يسمى الزولة مقران مرحبا سيون شاوي ذرقاز قبيلي ذرقاز مزابي ذرقاز لي زمازيغ يبقاو ديما رجالة ويبقاو ديما مكرة مكرة في العديان اللي ياكلوا في الغلة ويسبوا في الملة عندنا. بونجور ا توتي اتوس سمحوا لي ناس خاطرني قاعد نرد على واحد الابواق انا والله ما يغيظني الابواق هذو اللي راهم قاعدين حاشاكم يسمحوا لي الكلام خير منهم ينبحوا باسكو قاعدين في بلاد القبائل وقاعدين في بلاد الشاويه في بلاد الامازيغ ويعضوا في اليد اللي تمد لهم تاكل يعضوا في اليد والله ما يغضني الحال من هذه الناس هذو علاكم اللي يغضني الحال انا والله يا جماعه غير يغضني الحال من الجماعه نتاعنا اللي يحسبوا في روحهم اللي زعما عايشين معانا عايشين معانا في بلاد الشاويه وهما يبارطاجيو في لي باج نتاع هاد الناس هادو اللي جاو من 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 اللي ماليهم جابوهم كيما قال واحد من من من, من كيف اسمه من لو بينينسولا العرب جابوهم بالقوه ودخلوا على لافريك دي نور ذبحوا ناس واغتصبوا نساء وباعوا النساء نتاعنا حتى في كيف اسمه في كوم اسكلاف واغتصبوا باش يكون في عينكم يا ناس اغتصبوا حتى الرجال الامازيغ باسكو الرجال الامازيغ على بالكم كانوا واش ما كانوش وجوه الخلا كيما هكا اسمعوا لي العزيزه اسمحوا لي نقول لها نبدا مني انا وروح كانت العين الزرقاء وكانوا شعرهم صفر وكانوا كي شغل ديزوروبيان على بالك كي جاو هذوك لي كانيبال اللي جاو باسم الفتوحات الاسلاميه هذوك جاو على بالك الرجال بعد ولاو ومانيش غادي نقول فيها باش نتفاهموا مليح او التاريخ يقول فيها روحوا تقراوا التاريخ تاعكم هذا ما كان انا غادي نحال من الناس هذو اللي نشوف فيهم يبارطاجيو في واحد كيف اسمه يبارطاجيو في واحد لي باج نتاع هاد الناس هذو ما يحشموا ما يجعروا انا نشك فيكم انتوما هاد الجماعه هذو اللي تقولوا راكم احنا راكم تشكروا مع الجماعه الشاويه انا ما سمعتكمش تقولوا احنا شاويه انا على بالي بريت تسكنوا في بلاد الشاويه وما تخليونيش نروح لكم للديار نتاعكم اللي راكم ديروا روحكم باللي راكم شاويه وكذا ومنه وتبارطاجيو وتبارطاجيو في الناس اللي تسب في القبائل والناس اللي تسب في كيف اسمه اللي تسب في خاوتنا ويجيو ينعتلي ولك الرجال نتاع الشاويه كي تحرقوا ما عيطوش منا ولا منا حتى القبائل ما عيطوش انا اللي عيط انا اللي عيط خاطرش انا الشاوي ولد الشاويه ولد الشاوي ولد الاحرار مبصح احتاج روحي قبايلي قبايلي خاطرش القبايل فعوله وسيادكم وسياد سيادكم كيما كتبت لهذا الجربوع هذا اللي رد عليا دركا دونك انا نقول لكم يا جماعه احنا ما نسبو حتى واحد وما ننعلو حتى واحد احنا رانا في بلادنا
رانا كيما قال واحد نعيشوا مع اي بشر، يكون يهودي يكون قبطي يكون واش يكون، يكون داير داير عندنا خواتنا عرب راهم عايشين معنا كيما حنا كيما هما، وكانوا اخرين والله العظيم غير عرب حبابي وصحابي غير يتكلموا الشاويه خير مني انايا، وعمرهم ما داروا التفرق هذا، ولا عمرهم حنا نردوا على الناس هذو المغرضين هذو اللي يكتب لك كيما هنا شوف واش يقول لك. كان يكتب يقول لك باللي لا فان تاع كيف اسمها لا فان تاع الدوله لا 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 لا, لا, لا يسميوهم زعما زعما القبائل هما اللي كانوا يسيروا، هما عمرهم لا يسيروا القبائل مساك جامي يسيروا يا واحد الجربوع اسمعني مليح، لو كان جاوا القبائل يسيروا والله العظيم راهم الناس تموت في البحر باش يجيو عندنا لهنا في الجزائر باش يكون في علمك، لو كان جاوا القبائل هما اللي يسيروا ما تشوفنيش تقول لي ويحيى ولا تقول لي فلان وفلتان ما تسمي ليش، خطاش هذوك كيما قال واحد هما راهم خضره فوق عشاء هما يحطوهم قال ها واش تقول ها واش تقول ها واش تقول خلاص لا حاسمين دوكا تبون هو اللي يسير ولا اللي 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 على باله يحسب لي تبون هو اللي يسير، انا نقول لهم انت مش بوليتيسيان انت ما تعرف والو، لا تحسبوا انتم دوكا حتى في حتى في الامريكان وتحسبوا بايدن هو اللي يسير ولا بايدن رئيس واش يعطيو له يقولوا ما يديرش حاجه بلا شي مشروط الكونغرس يا سي باش يكون في علمكم، كيف كيف كيما مسيو ماكرون كيما جمع معاكم هذه ما نفرغ منها اسمحوا لي. دونك الناس عندهم على بالهم حتى كيف على بوليتيك تمشي وهو كيقول لك القبائل الزواف اللي كانوا يسيروا، شوفوا نعطيها لكم من الاخر خلاص الزواف اللي تحسبوا بهم تقولوا ماكم القبائل هذوك سيادكم وسياد سيادكم، بصح اذا راهم زواف حنا ثاني الجزائريين الامازيغ كاملين رانا زواف، هذه غير ما تقلقوش رواحكم vous ne pouvez pas nous ridiculiser si vous voulez dire que les kabyles sont des oufs moi le premier je suis chaoui et je suis ouf j'ajoute que si vous dites que les kabyles sont des francophiles alors moi je serai le premier francophile si vous dites que les kabyles sont des juifs je vous réponds et je vous dirai que moi chaoui je suis le premier juif Hamdou. إذا تقولوا بلي القبائل راهم زواف أنا الشاوي أنا هو الأول زواف، وإذا تقولوا القبائل راهم واش يقولوا حباب فرنسا وصحاب فرنسا أنا هو الأول صاحب فرنسا وأنا هو الأول ماهمش هما أنا الأول أنا معاهم أنا في الفلاتات نتاعهم، وإذا تقولوا القبائل راهم يهود أنا يشرفني باش نكون القبائلي ويهودي زيدوا يا جماعة وعيب عليكم، أنا لو كون جيتوا رجال وفحولة لو كون جيتوا رجال وفحولة أنا ما نقعدش في بلاد في بلاد نتاع الناس ما نشتيهمش قسما عظما يا جماعة أنا خطاش بحل أنا بحل لو كان نعرف روحي نروح البلاد اللي ما يحبونيش فيها ولا أنا اللي ما نحبهمش والله العظيم والله العظيم لا نزيدها ربع ساعة في البلاد هذيك، مين نتوما ألا غلب عليكم كولوا الغلة وسبوا الملة باش نتفاهموا مليح، شوفوا هاد لاباج هذي نتاع اللي بارطاجيوها جماعة ساكنين في خنشلة ويقولوا حنا شوية ويقولوا حنا شوية ويبارطاجيو نتاعهم ويجيو هذو نهاية الدولة الزوافية الحاكمة في الجزائر، ما نعرف على من تهضروا زوافية، إذا تهضروا إذا أنتم إرهابيين تهضروا على الجنرال كيف اسمه توفيق أنا نقول لكم فيف لو جنرال توفيق فيف جنرال توفيق فيف جنرال توفيق، خاطرش توفيق حاربكم يا إرهابيين حاربكم ما خلاوكمش ديروا الدولة الإجرامية اللي حبيتوا ديروها ويبقى لكم ديما في العظم هنا في جرزيكم عمركم ما تنجموا ديروها، زيدوا على من نتاعكم تهضروا كان تهضروا على ويحيى ويحيى سي تان سامبل جا يحب الدولة نتاعو جا يخدم مع بوتفليقة بوتفليقة وجماعته هما اللي كانوا يكومونديو هو يقول له دير هكذا دير هكذا لي بريمي مينيستر كيما كانوا لي بريمي مينيستر اللي عقبوا الكل، خليوا القبائل يحكموا الدولة وتشوفوا كيفاش خليو القبائل يحكموا الدولة وتشوفوا كيفاش، خاطرش حنا ما عاوناهمش لكون جينا حنا في حولة الشوية هما يدافعوا علينا، لا درتها نتايا هذه كيف اسمها يناير جورني شومي بيي نتوما اللي درتوا يناير، شكون اللي دار يناير؟ ماهمش سيادكم القبائل، شكون اللي دار الأمازيغية لغة وطنية ورسمية؟ نتوما اللي قاعدين تقولوا حنا شوية وانتوما تدافعوا على 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 الديان نتاعكم، ما على بالكمش بيهم ما على بالكمش بيهم ها جيت يجيو دوك هذو يقول لك
في لاباج هذه اللي مديرها واحد السيد لهنا والله سيده ولا ما على باليش بيه مدير تروا برينو تاع ولا تروا نو كاتب سي محمد كاتب باللي راهو كيفاش هما القبائل الشعر رجال الرجال الرجال نتاع الشاويه كي تحرك الخنشله ما عيطوش للقبائل ما عيطناش بس حجاب الفحوله نتاع القبائل جو وحدهم جو انتم كي كنتوا في دياركم قيلين تضربوا في الرخسيس وفي البن واكم على بالكم على منين نهضر الفحوله نتاع القبائل والرجال نتاع القبائل كانوا في بوحمامه وتاع بوحمامه يقدروا يشهدوا عليهم اوكي اليوم لاش تا ما جاوناش حنا نروحوا لهم وحنايا الشاويه الحرار رانا قبايل 100% صافا شوف نقفل لا بارونتيز مي نقفل لا بارونتيز علاش باسكو الناس كيما قلت لكم هادو جماعه نتاعنا اللي قاعدين عايشين في بلاد الشاويه ويقولوا حنا شاويه مي انا عندي شك فيهم كان راهم شاويه والله العظيم غير عندي شك فيهم كان راهم شاويه خاطرش الشاوي الحر ما يقبلش يكيس خوه انا خويا هو القبيلي باش يكون في علمكم اكبر شوفوا الامازيغيين كاملين اخيام كبار اخيام فيهم الشاويه والتوارق والاخرين انا نعتبر روحي الشاوي الاول خويا الاول هو القبيلي اضرب وريسانكم الربع حيوط اللي ما عجبوش الحال اضرب وريسانكم الربع حيوط اللي ما عجبكمش الحال ولازم باش تتكلموا على سيادكم هذو كيما كتبت لهذا السيد هذا الجربوع هذا قبل ما تهضر على سيادك هذو القبائل روح تدخل لصال دو بان تحمم تروا فوا غسل روحك مليح وبالشامبوان واتونسيون ما ديرولي الشامبوان المزيف هذاك اذا ما عندكش نبعثلك اغسل روحك مليح باسكو انت فايح باش تكلم على سيادك القبائل جاي النهار وين سيادك القبائل هما اللي يحكموا الدوله هذه وهما اللي يسيروا الدوله هذه مع خيانهم الشاويه باسكو حنا في ارض الامازيغ باش نفهموا مليح حنا ماناش في اليمن والناس تقول لكم عنصريين العنصريه جات من عندكم الناس اللي يقولوا لنا يتهمونا باللي نوسوم دي راسيست لو راسيزم اي ني شي فو باش نتهموا مليح انا جيت فيكتيم دو راسيزم انا خطره كنت حاكم جرد اسوسياسيون تاع لي جورناليست جرد اي بان كان الناس اللي حبوا كيما قال واحد داروا عليا الوحده نتاعهم باش ينحيوني من من من, 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 من الجمعيه اوكي وانا ما عندي ما ندير بها يعني درناها باش نكونوا زعما فحوله ونكونوا رجال هذو كانوا الناس تحمل اللي حنا عاوناهم وما خليناهمش يدخلوا للحبس وجرينا معاهم باش ما يدخلوش للحبس باسكو داروا مشاكل بزاف وجرينا معاهم باش انا الاول جيت معاهم هذا الاول اللي دخلت اللي جريت وما خليتهمش يروحوا للحبس صاروا يضربوا فينا من اللورا باش يقولوا بالخنجر واللي باعوهم هما ماليهم الحرار العرب اللي عايشين معنا ويحسبوا رواحهم حتى هما عايشين معنا بحوله اللي جا قال لك اخ تشوفها واش يقولها مي حنا عمرنا ما درنا العنصريه باش نتفاهموا مليح جامي درنا العنصريه خاطرش علاش ما نديروش عنصريه انا نعيش مع لي جويف نقدر غدوه نعيش مع لي جويف ما كاين حتى مشكل علاه ما نعيش معاهم واش صرا برك علاش ماهمش عباد علاه سيدنا موسى ماهوش يهودي علاه سيدنا ابراهام اللي راكم تذبحوا في الكباش كل عام ماهوش يهودي علاه اسماعيل اللي تقول لكم انتم سيدكم اسماعيل ماهوش يهودي علاه لا سانت فييرج ماري لكم واش يقولها مريم ماهيش يهوديه ملي روحوا تقراوا عاودوا التاريخ وعاودوا اذا المخ نتاعكم زبلوه لكم واش يقولوا له سمحوا لي بهالكلمه هذه ما تجيش انت تخرط عليا هذا واش جيت برك باسكو شفت واحد لي باج كيفاش قاعدين يحبوا يفتنوا بين الشاويه وبين القبائل وبين من هنايا وزعما يحبوا يكبروا بينا احنا الشاويه بلي احنا رجال ايه صح احنا رجال انا نقول لكم يا الشاويه الحرار نعاودها لكم ونقولها لكم خوك لا يغرب ليك صاحبك نقولها لكم القبائل فحوله يدرقازن اللي خالط القبائل تشوفوهم صح روحوا خالطوهم وتشوفوهم يا ناس روح للجزائر وتكلم معاه بالشاويه روح تشوف كيفاش يهزك خوك القبيلي غزي يا خويا الشاوي ارواح انا عندي عمي في عمره تقريبا 60 طون في عمره
كي راح باش يخطب في تيزي وزو وشافوه بالشاش وشافوه منها جابوا له لي فيديو 18 طون. حتى قال لهم انا صغار عليا ما نحبش انا هنا نجي نتزوج من القبائل من الجا اي با كيما قال واحد هذا الطفله كيما قال واحد 30 طون قال لهم يا ودي صغير عليا ملي كبير انا جيبوا لي حاطين وحده كبيره باش نفهموا مليح. بصح ما يمدوش من غير الشاوي وما يمدوش من غير الامازيغ باسكو الرجال ينفعونا هما قاريين مش عنصريين هما على بالهم واش راهم قاعدين يخطوا العديان نتاعنا على بالهم سي بور سا يديروا كيما هكا. روحوا تشوفوا لي زوتيل طبطبوا على لي زوتيل اشتا كومبلي وهضر معاه كل وني شاوي تشوف يفرغ لك بوتيت لا شومبر نتاعو ويدخلك هذو لي كابيل اللي نتوما يجيو يقولكم اليوم يقولكم القبائل راهم هكا وراهم عنصريين وراهم راهم 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 انا نقول لكم روحوا ليترونجي روحوا شوفوا شكون لاوي قاعد يعاون في الشاويه اللي في ليترونجي روحوا تشوفوا باش يكون في علمكم فهموا في القبائل باللي راهم هما اللي جابوا الاستقلال جيتوا نتوما اليوم تقولوا لنا باللي القبائل كانوا يجي وجه الفار هذاك كيف اسمه تاع بن قرينا هذاك وبن فارينا هذاك اربعه قطوط تجيو نتوما تلعبوا علينا اليوم ما تجيوش تلعبوا علينا تلعبوا علينا بكري خلاص مي درك جاي الوقت وين تولي الجزائر لولادها تولي الجزائر لولادها واذا ما توليش انا نقول لكم لا تكلاطي مو تكلاطي غير بالماك ولا اي والله لا تبقى الجزائر هذه انا نقول لكم انا احنا ما نصيبش احنا ماذا بينا تبقى الجزائر موحده مي موحده على ظهرنا باش نبقى نبقاو حنايا يعفسوا علينا احنا الناس اللي جات من 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 العربيه السعوديه ومن العراق ومن اليمن يقور عليكم نبقاو هكذا باش تحشيونا كيما راكم ديروا تمزغه لغه وطنيه ورسميه هي درتوها علاش خاطر خفتوا من نسياتكم القبائل درتوها ها ومن بعد زيد لي كانوا جماعه هذوك اللي راهم في الحكم مازالوا الناس اللي جات من العراق وجات من هنا وزيد لي لتحت وتبقى العربيه لغه الدوله شوف يا سيدي شوف كي عاد تبقى العربيه لغه الدوله والعروبه وما نعرف واش يا سيدي ديروا انت ديروا الجزائر هذه عربيه وخلاص وقولوا نخرجوا وخلاص يا سيدي نخرجوا والله نخرجوا قسما عظما من غير نخرجوا نهضر على القبائل والشاويه والتوارق والامي بني بزار نهضر على الامازيغ الحرار ما نهضرش على الناس اللي تمشي على كروشها هذوك ما نهضرش عليهم هذوك الله يسهل عليهم غدوه كي نحبوا نديروا الدوله نتاعنا اذا يحبوا يروحوا مع العرب نتاعهم يمشيو ما كانش ما احنا ما نسبوهم ما نضربوهم مي قال لك اخويا احنا عرب انا يغدني واحد شاوي ها باباش بصح انا نشك والله غير نشك والله يا جماعه غير وليت نشك في هاد الناس هادو اللي يقولوا حنا شاويه وهما يبارطاجيو لي في لي باج نتاع الناس اللي تسب في القبائل عيب عليكم والله غير عيب عليكم والله في براسكم ما تقياش اذا كنتوا تتغداو والله تروحوا تقياو اسمحوا لي شوفوا برك هاد لاباج هذه اللي مبارطاجيها واحد شاوي ها ولا ما عرفتش شكون راهم يديروه هما يديروا ماشي سرا واحد من جماعه هادو كيفاش يعيطوا لهم انا عمري ما نحب ندير نحب عمري ما ندير واحد شوفوا قرا شوفوا شنو داير نهايه الدوله الزوافيه الحاكمه في الجزائر القبائل عمرهم ما حكموا اني قلت لكم فيهم في افراد في الدوله والناس اللي مشات خلات اللي خلاو ماليهم خلاو القبائل يركازن وراحوا مشاو مع الدوله اليوم في الحبس هاي خليده تومي راهي في الحبس بورتون قالك ما عندها والو راهي في الحبس اليوم اوكي شو يقول لك الرجال كي شعد عندهم هذه يهضر علينا احنا في خنشلة هاي الرجال كي شعد عندهم ما شكاو ما بكاو ايوا ما حصلوها في الدوله اوكي ما حصلوها في الشعب ثاني ما سناو حتى واحد ما قتلوا حتى واحد لموا بعضاهم عراو على درعيهم وما حبسوش حتى طفوها الشاوي وحده في الثوره شوف اسيدي الشاوي وحده في الثوره لا سي الحواس من عندك انت جا من اليمن ولا يا اخي هلا يا اخي يا اخي يا اخي جرذان يا اخي كان القذافي يا اخي الشاوي وحده في الثوره ايه صح ندمنا الثوره وحدنا سي فري الباقي كامل كانوا مع فرنسا ايه صح احكيوها كان واحد السيد يقول لي احكيها البيبيط حتى نتوما احكيوها البيبيط ما على باليش مام باش يكون هو بيبيط هذا وحده بعد الثوره ويبقى دائما وحده الاوراس اكوجيل لا 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 لا
يقول عليكم لا 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 مصمصوا فامكم اغسلوا فامكم نادنين اغسلوا فامكم نادنين ماناش يقوجيل حنايا حنايا ماناش ها ماناش من جماعة اللي والي العروبة ينتسب اون روغريت حنايا ننتميو الى الشعب الامازيغي الحر اوكي اون ني با دي زوفلان فهمت ولا لا اون ني با دي زوفلان ماناش ايغوجيلن باش نفهموا مليح ماناش يتامى الشاويه فحوله يرجازن وننتميو لغران بابل امازيغ نتاع تونس نتاع ليبيا نتاع المغرب نتاع كيف اسمه المالي نتاع النيجر نتاع الموريتاني نتاع الشمال افريقيا كامل تحيا الامازيغ تموتوا بقلوبكم كي نتوما كي الناس هذو اللي راهم كيما قال واحد اللي تعربوا وانايا نحيهم اكوطي وما عادش خلاص كيما قال واحد نعولوا عليهم ولا نقولوا باللي نعرفوا باللي الناس هذو في وقت الثورة كانوا الخوانة سبحان الله انا ثاني ما تغيرش الحال هذو سميت خطره واحد وقلت له انت راك حركي ويحسب هو يحسب كي قلت له راك حركي يحسب اننا نهضر على نتاع فرنسا لا لا ما نهضرش على نتاع فرنسا عمري ما هضرت عليهم انا نهضر على الحركه نتاعنا احنا والفهم يفهم نرجع لكم بعد ان شاء الله باش نتكلموا في كانش في اوتر سوجي نرجعوا على الشيء اللي صرا في تيزي وزو سمحوا لي دقيقه نرجع لكم ثاني باش نتكلموا على الشيء اللي صرا في تيزي وزو اغتيال الشاب هذا مسكين اللي راح ضحيه نعاودوا نتكلموا ان شاء الله في واحد بعد الربع ساعه ولا نص ساعه نعاود نرجع لكم قيمه لهنا ارجازن ونبقاو ديما ارجازن الشاويه فحوله والقبائل فحوله والامازيغ فحوله موتوا في غيرانكم يا فيران